دي بنت ما بتتكلمش الا قران. الحياة مع مريم كانت حياة يعني مشقة، زي ما بيقولوا في الأغاني أو في الحكم بيقولوا رحلة عذاب. كانت بداية رحلة العذاب يوم ما كانت نزلها مولود، لكن ربنا اصطفاها وألهمها إن هي تكون تعوضنا على تعويض خير وبشرة خير، إن بنت تحفظ القرآن ختم القرآن وهي عندها 6 سنين ونص عن طريق شاشة التلفزيون. ليس أحدا حفظها القرآن. يا سرقة التقليد، ولو لقت الحاجة على هواها تحفظها في خلال 24 ساعة بتحفظها. الأغرب من كده ممكن لو اشتكت ممكن منها ترقي حد تقول لها ارقي فلان، ترقي برؤية الشرعية برؤية قناة الفتح للقرآن الكريم. مريم ارقي زي ما أنا كده أهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبتقلد المشايخ جدا جدا، عندها احساس ان هذه الكلمه مطابقه للقران الكريم في الايه اللي هي عارفاها او الايه المتحدده، هي ربنا بيبعتها ان هي تطلع الايه كامله، لان عارفه في ختمه الايه مثلا كلمه حليمه او كلمه رشيده او كلمه حبيب، عارفه ان هي في الايه الفلانيه ومحددها في الايه الفلانيه وفي دماغها اللي هي الايه الفلانيه بالتحديد. حاجة جميلة جدا ان حافظة القرآن بالصفحة، اسم الصورة واسم الآية واسم الربع بس، لكن ما تعرفش الحزب رقمه كذا وعارفة ممكن اخر المتشابهات فين. فتلقى آدم من ربه كلمات ربع، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. صفحة 7، كان بداية اكتشافها من مجمع البخاري للمحافظ لحفظ القرآن الكريم. فالشيخ قال هي قعدت تجري حوالين في قلب المجمع، خدت لفة الأربع زوايا وقامت جاي عند الشيخ وقامت قاعدة. فبتسأل الأولاد، الشيخ بيسأل الأولاد فبقول لهم يعني قول السؤال الفلاني كذا، قول السؤال كذا، العيال ما تتكلمش أو تتلخبط في الإجابة هي تكمل. الشيخ يقول لها يا بنت اسكتي، ففكر ان هي طبيعيه. اخر ما مل منها اما مشي العيال ولا انت تعالى انت عامله لي انت ناصحه، وقعد يسالها يعصر فيها يمين وشمال كعصر الليمون. قام نادى على الشيخ زميله محمد بسيوني وقال له سيب اللي في ايدك وتعالى، البنت دي فيها سر، عايزين نعرف السر اللي جواها ايه. ومن هنا ابتدى المشوار. التعامل معاها لو لقيتك شرير في وقت بتسيبك وتخاف وتقعد في جنب، يعني لو لقيتك شرير او غضبان او زعلان ما بتحاولش، هي اشياء الهي كده ما تحاولش تقرب منه. لقيتك مبسوط، الاغرب من كده استاذ الفاضل واحنا بنحاورها تلاحظها تلاقيها بتضحك لما بتعرف النطق في القران الكريم سليم، تتبسط اول من اللي جادلها في القران. لو عارف حضرتك ان النطق وحش تقوم سايباك وماشي وتعمل لك ها، يعني مش عارفه تقول لك ان انت كلامك وحش او كلامك مش مظبوط في القران، تقوم مشاوره بايدها اليمين او الشمال ايه وتقوم سايباك وماشي. عندها اخ واحد ما فيش غيره، لو سالتها قلت لها عندك كم اخ لا تعرف، وهو حته اخ لها وحيد او هي وحيده هي واخوها على وجه الدنيا، لكن ما تعرفش عندها كم اخ. لو قلت لها ابوك ده يبقى لك ايه، ما تعرفش ده يبقى لك، هو تقول لك زكي يعني تقول اسمه وخلاص، يبقى لك ايه ما تعرفش. ورق ورق. انا مش طالب لها لحد يساعدني بحاجة، لما انا طالب ان نعتني بالقرآن الكريم. هذه المفروض تخش دول العالم الاسلامي باكمله ونقول ادي مصر وادي ارض المعجزات.